مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: تسجيل 78 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات ببلادنا إلى 7211 حالة مقابل شفاء 182 حالة خلال 24 ساعة الماضية. التزام عدد من المقاولات بجهة الدار البيضاء السطات بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 ضمانا لسلامة العاملين بها بعد بروز بؤر وبائية صناعية بالجهة. أشجار البلوط الفليني بغابة المعمورة تتعرض لهجوم حشرة لاروكا في تهديد حقيقي لآلاف الهكتارات، ومجهودات متواصلة لمعالجة المناطق المتضررة. تشكيلة من النباتات المختلفة تؤتت فضاء الحديقة السرية بمراكش، وهندستها المعمارية تنهل من تقاليد بناء الحدائق العربية الأندلسية. أهلا بكم. 78 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد انضافت خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات ببلادنا إلى 7211 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة مقابل شفاء 182 حالة. نوال القرري وعبد الله مزاحم. أسفرت عملية التشخيص المخبري عن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة 4 من بعد زوال اليوم، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7211 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 4280 حالة بعد تماثل 182 حالة لشفاء من وباء كوفيد-19، كما ارتفعت نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة إلى 59.4%. هذه الحالات سجلت معظمها بجهة الدار البيضاء السطات، وبالضبط بمدينة الدار البيضاء، وليبقى التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات. التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تبقى النسبة تقريبا هي مع ارتفاع طفيف بالنسبة لجهة الدار البيضاء السطات، حيث وصلت النسبة إلى 31%، وتبقى الجهات الأخرى تأتي تباعا. وما زال اكتشاف الحالات يتم مبكرا وبدون وجود أعراض للمرض، حيث عملية التشخيص تحدث أثناء الكشف لدى المخالطين. في هذا 24 ساعة ومن بين 78 حالة 65 اكتشفت في هذا السياق، أي بنسبة 87%. وصلنا إلى حدود اليوم إلى ما مجموعه 40,469 مخالط الذين استفادوا من التتبع الصحي عند اكتشاف الحالات التي تكون في محيطها. من جهة أخرى، ومنذ بداية الوباء ببلادنا تم تسجيل إصابة 31 امرأة حامل بفيروس كورونا المستجد، كلها حالة مستقرة. 30 ديال هاد النساء اكتشفنا لديها المرض دون وجود أعراض أو وجود أعراض بسيطة جدا، وعند سيدة واحدة كانت الحالة متوسطة الخطورة، ليست بالخطيرة ولكن متوسطة الخطورة. إلى ذلك تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 196 حالة وفاة، لتستقر النسبة المئوية للوفيات في حدود 2.7%. وينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء عبر تقنية سكايب البروفيسور عبد الفتاح شكيب، الأخصائي في الأمراض المعدية. مرحبا بكم بروفيسور. شكرا سيدتي، شكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن معظم الحالات الجديدة للإصابة سجل بجهة الدار البيضاء السطات، وبالضبط بمدينة الدار البيضاء، وبسبب البؤر الوبائية المرصودة بالجهة. السلطات الصحية المختصة تؤكد أن بلادنا لحدود الساعة تسيطر على انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن إلى أي حد يعقد ظهور مثل هذه البؤر الوضع ويربك جهود محاصرة الفيروس بروفيسور؟
هذا البؤر غادي تؤدي الى تكاثر العدد ديال الحالات، وبالطبع غادي كل واحد في هذا الناس اللي كيكونوا في هذا البؤر يقدر يعادي واحد ولا جوج الناس. فاذا بقاو كيداروا هذا البؤر احنا ما غاديش نساليو مع هذه الجائحه هذه. نعم، إذا نسبة التعافي من المرض مستمرة في الارتفاع، حيث بلغت إلى حدود اليوم أزيد من 59%. يعني هل تتوقعون استمرار هذه الوتيرة؟ نعم، هذا المرض هذا العدد ديال المتعافين فيه يقدر يوصل حتى 85%. حنا في المغرب في الغالب غادي يفوت 80%، ولكن خاصة نشير لواحد النقطة اللي مهمة، هو أن هاد الناس اللي كيتعافاو راه فيهم كثير ديال الناس اللي كيكون عندهم مضاعفات نفسيه. نعم. بروفيسور، بخصوص تطور جائحه كورونا سيكون رهينا بمستوى المناعه داخل كل ساكنه ومجتمع. يعني ما الذي علينا فعله للحمايه والتهيئ خصوصا مع عدم توفر لقاح ضد هذا الوباء؟ للاسف اللقاح ما نظنش غادي يكون باقي بعيد، لانه غادي يكون حتى في الاول ديال 2021. وعلميا لحد اليوم ما عندناش شي اشاره بان هذا اللقاح غادي يكون فعال 100%. فاذا غادي يبقى عندنا الحاجه الوحيده مادام الفيروس غادي يبقى كيدور بيناتنا، هي غادي نحتاطوا من الفيروس بالتباعد الجسدي واستعمال الكمامات وبغسل اليدين بالماء والصابون. بروفيسور، ما الذي في نظركم سيتغير في مرحله ما بعد كورونا؟ بزاف ديال الحوايج، كل شيء غيتغير. الازمه الاقتصاديه كنظن غتغير فينا بزاف الحوايج، غادي نعاود نشوفوا الاولويات ديالنا، غنشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي كنا كنديروهم ماشي ضروريين للحياه. انا كنظن الا كان من الناحيه الصحيه جوج الحوايج اللي ربحناهم من هذه الجائحه وغيرناهم غنكون ربحنا، هي اولا نعقلوا على القيمه ديال النظافه، وثانيا غنعقلوا على القيمه ديال الوقايه. بروفيسور عبد الفتاح شكيب الأخصائي في الأمراض المعدية، شكرا لكم على هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء. عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اليوم اجتماعها الثامن عبر تقنية المناظرة المرئية للتداول في 4 محاور، من بينها حصيلة تنفيذ القرارات المتخذة وعرض منتجات جديدة لضمان القروض لفائدة المقاولات ومناقشة ملف عودة استئناف الأنشطة الاقتصادية. تقرير سعود خشون وعبد إله الشهب. تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة بالنسبة للمقاولات، حيث تم التأكيد على الوتيرة المتسارعة لعملية ضمان أكسجين، حيث استفادت حتى الآن 14600 مقاولة بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم. وبالنسبة للقطاع غير المهيكل، صرحت 134 ألف مقاولة عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل. وبالنسبة لأسر القطاع غير المهيكل، استفاد من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم تضامن 400 ألف أسرة، ولا يزال هناك ما يقارب 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين. وفيما يخص الدفعة الثانية تضامن، تم فعليا صرف الدعم لثلاث ملايين أسرة حتى الآن. من جانب آخر، وبعد الدراسة، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة، وتهم المقاولات العمومية والخاصة التي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4%، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب. كما يمكن سدد هذه القروض على مدى 7 سنوات مع فترة سماح لمدة 2. وفي هذا الإطار تم إطلاق منتجين جديدين للضمان، وهما إقلاع المقاولة الصغيرة جدا وضمان إقلاع. المنتج الأول يتمثل في ضمان الدولة 95% من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولة الصغرى جدا، والمنتج الثاني عبارة عن آلية للضمان من طرف الدولة يتراوح ما بين 80% و90% حسب حجم المقاولة، ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية انكبوا كذلك على النظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهادفة إلى إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار واستهلاك المنتوج المغربي، وأخيرا تسريع عملية تنمية المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وفيما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ذكر أعضاء اللجنة بأن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي، كما يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها. وعدة مقاولات التزمت بتوفير الظروف الملائمة للاشتغال عبر إجراءات الوقاية ضمانا لسلامة العاملين بها وتجنيبهم الإصابة بفيروس كورونا. النموذج من إحدى المقاولات لصنع الأجزاء الكهربائية بالحي الصناعي مولرشيد بالدار البيضاء. سميرة أصبان، فاطنة تابوت، وعبد الرحمن زين. أزفت ساعة استئناف العمل، هذه الوحدة الصناعية بالحي الصناعي مولرشيد تصنع الأجزاء الكهربائية. لم تعد طريقة العمل كما كانت في السابق، فالوباء أجبر الجميع على إحداث تغييرات عديدة في طرق الإنتاج تفاديا لعدوى وباء كورونا. دخل النوبل ولم يلمس نخلو في الصباح، أول حاجة شنو تيدار؟ تياخذ لنا ميزات، تياخذ لنا الحرارة، تنعقموا لي الشاشة تاعنا، تنديروا جل لدينا، عادة ناخذ البوستة تاعنا، إن فومي تنوصلوا البوستة تاعنا. كاينة حاجة أخرى، أن أي أوبيراتريس تكون عندها واحد معقم في البوست تاعها. شك دو زور لا تروا زور تتهز على حسب خدمة ساعة تتعقم يديها. احنا الحمد لله تخدموا دابا في ظروف جد مريحة، ما خايفينش، داخلين احنا في حرب مع الوباء، ولكن لو وفرنا لجميعا الشروط راه غنتصروا. قياس لدرجة الحرارة، تقليص لعدد العمال ولساعات العمل للالتزام بشروط التباعد الاجتماعي، كلها إجراءات اتخذتها هذه الوحدة الصناعية لحماية صحة العمال من أي عدوى محتملة. الإجراءات اللازمة لوقاية العمال والأطر والمستخدمين، تخفيض عدد العمال حيث استغنينا حاليا تقريبا على ثلث العمال، وهذا ثلث العمال اللي استغنينا عليهم الناس اللي كبار في السن والنساء الحوامل والناس اللي عندهم ظروف ما مساعدهاش. وكذلك من بين الإجراءات الثانية نقصنا من ساعات العمل. حالة الطوارئ الصحية لم توقف إذن آلة الإنتاج في هذه الوحدة الصناعية، لكن التحدي هو الاستمرار في تزويد الأسواق دون الإضرار بصحة العمال والرهان على توفير أقصى شروط السلامة الصحية حفظا لصحة الجميع. وينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء وبالضبط من الحي الصناعي سيدي مؤمن البرنوسي خالد أزدون. أهلا بك خالد. مساء الخير نادية. إذن خالد، أنت الآن تتواجد بإحدى الوحدات الصناعية لإنتاج السيارات، إذن عجلة الإنتاج عادت لتدور من جديد، كيف هي معايير احترام شروط الحجر الصحي والسلامة بين العمال؟ بالفعل نادية، ما قلته صحيح، على اعتبار بأن العجلة الإنتاجية بدأت تدور شيئا فشيئا في الوحدات الصناعية. هذه واحدة منها المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، متخصصة في صناعة جزء من أجزاء السيارات المهمة، ونعرف هذا القطاع نادية قطاع حساس ومهم في عجلة الاقتصاد الوطني. هذه الوحدة كانت تشتغل بنظام الفرق، ثلاث فرق على مدار 24 ساعة، لكن بعد الجائحة تقلصت عدد الفرق لفريق واحد يشتغل 8 ساعات فقط، لكن انطلاقا من هذا الأسبوع عاد العمل حتى على مستوى ما بعد الإفطار يعني مساء، وبالتالي بدأت الحركة الإنتاجية ترتفع شيئا فشيئا حسب الطلب وارتباط هذا يعني المكون الأساسي الاقتصادي بشركات عالمية أخرى في صناعة السيارات النادية. كما تلاحظين هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في صناعة جزء معين من المثبتات الأسلاك داخل السيارة، وسوف نتعرف على ماذا نعني بذلك. المهم في العملية هو احترام شروط السلامة، أصبح من الضروري ارتداء الكمامة أيضا وبعض الواقيات وأيضا شروط النظافة. هذا أمر لا يناقش بالنسبة لهذه الوحدة الصناعية كما هو شأن لوحدات صناعية أخرى، وبالتالي فالحرص كل الحرص على عدم حصول بؤر صناعية بين العمال، وبالتالي يعني السهر على استمرارية الإنتاج في أحسن الظروف بالنظر لهذه الجائحة التي نمر منها. ماذا تقوم به هذه الوحدة الصناعية؟ كما قلت سوف أشرح ذلك. هذه الآلة هي يعني يقوم أو بها
المادة الأولية هي عبارة عن حبيبات صغيرة من البلاستيك تعرض لدرجة حرارة عالية ويتم صبها في القوالب لإخراجها في شكل معين. هذا الروبو الذي يحمل هذه الأجزاء، وسوف أعرفك نادية على الشكل الأخير للجزء السيارة الذي نقصده. هكذا هي الشكل النهائي لهذا الجزء. هنا يقوم تثبيت الأسلاك المتعلقة بالسيارة، وهو هي عملية جد مهمة في عملية تركيب السيارات. لذلك فقلت بأن هذه الوحدة الصناعية على غرار وحدات أخرى مهمة جدا في العملية الإنتاجية لصناعة السيارات، رغم أن هذه يعني هذا المكون البسيط جدا كما نراه، لكنه حساس. هنا عملية تثبيت بعض الأجزاء عبر البراغي. كما قلت مهما يعني ظهر لنا بأن هذه أو هذا المكون صغير جدا، لكنه مهم في عملية الإنتاجية للسيارات ارتباطا بالطلب أيضا بشركات عالمية أخرى رائدة في صناعة السيارات. معنا من أجل الحديث عن هذه الوحدة الصناعية والتدابير المتخذة سي حكيم ريحان، هو المدير العام لهذه الوحدة الصناعية. سي حكيم مرحبا بك، شكرا على يعني انك فتحتي لنا الابواب ديال يعني المؤسسه وهذه الوحده الصناعيه. سي حكيم، اكيد بان ظرف اقتصادي صعب يعني مرينا مع الجائحه، لكن كانت هناك تدابير يعني من طرفكم ومن طرف ايضا بعض المؤسسات الصناعيه من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصا في هذا القطاع الحساس. بالفعل هذه الازمه اللي كل معترف بان الفتره اللي جات ديال الحجر الصحي اللي كان اثرت على الطلب واثرت على العرض، لان في هذه الفتره جميع الشركات اللي وقفوا الاعمال ديالهم، ولكن الحمد لله زعما بمسانده ديال جميع الفعاليين الاقتصاديين وبمسانده ديال الجمعيه لقطاع السيارات ولا بالنسبه لجميع الكونفدراليه العامه للشركات، اللي اضطروا حطينا واحد اجراءات حمايه باش نحميو العمال وباش نقدروا نبداو الانتاج ديالنا في اقرب وقت ممكن. صحيح، قبل ما نتكلم على الاجراءات المتخذه من اجل حمايه العمال، شنو هي يعني الافكار الموضوعه من اجل يعني اعاده الانتاج يعني رويدا رويدا شيئا فشيئا باش نرجعوا للمستوى اللي كنا فيه؟ هو واحد مجموعه ديال الاقتراحات اللي كنقترحاتهم الشركات عبر الجمعيه ديال قطاع السيارات وعبر الفيدراسيون ديال الاوتوموبيل، واحد الاجراءات اللي تحاول تدعم السوق الداخليه ديال المبيعات ديال السيارات، وواحد الاجراءات الثانيه اللي تحاول تساعد الشركات على تدعيم المنافسه باش الشركات تحافظ على المنافسه ديالها وتحافظ على الانتاج باش يبقى هنايا في المغرب وتبقى الشركات المحليه يبقاو ديما منافسين مقارنه مع شركات اجنبيه اخرى ونحافظوا على الانتاج داخل المغرب. كنعرفوا بان قطاع السيارات مرتبط بشركات يعني عالميه على خارج الحدود، يعني كيف سيتم التعامل في ظل ان هذه الشركات باقي ما يعني ما استنفذتش النشاط ديالها بشكل يعني واضح؟ هو دابا كاين واحد الطريقه باش كنشوفوا كيفاش الشركات يحاولوا يحافظوا على الانتاج ديالهم ويحافظوا على العمال ديالهم. هو باقي في هذه الفتره اللي باقا صعيبه اللي ما عندناش واحد الرؤيه عامه على السوق وبالخصوص السوق الاوروبيه، لان جميع الشركات الانتاج ديال المغرب اغلبيته واحد 99% كتصدر للخارج. الان هو كاين واحد مجموعه ديال الاقتراحات، ولكن مازال ما عندناش واحد الرؤيه عامه على السوق الاوروبيه ولا على السوق. دابا كاين واحد الاجراءات اللي تخدات غير باش يتبدا الانتاج باش نكونوا جميع الشركات يكونوا جاهزين باش الى تبدا الطلب عند المنتجين ديال السيارات الاوروبيين يكونوا الشركات جاهزين من ناحيه ديال جميع التدابير يكونوا واخدينها يكونوا جاهزين باش يلبيو الطلبات ديال الشركات الاجنبيه. ولكن لحد الان ما عندناش واحد الرؤيه عامه باش نقولوا اشنو الفتره غادي تبدا فيها الاقلاع بصفه ونرجعوا كما كنا في السنوات الماضيه. اخي سي حكيم، يعني الان الحديث عن البؤر الصناعيه، عن بعض يعني التجاوزات اللي ادت الى بعض الحالات الوبائيه في بعض البؤر الصناعيه، شنو الاجراءات اللي دايرين انتم يعني من اجل يعني حمايه ايضا العامل؟ نحن مع الاقتصاد الوطني وايضا حمايه العامل في هذه الجائحه.
اكيد هو باش نقنعوا الناس باش يجيو يخدموا، الا وكنوفروا لهم جميع الاجراءات باش نحميهم من ناحيه ديال الصحه ديالهم وباش ما يتاثروش بهذا الوباء. حنا حطينا واحد المجموعه مع ديال المعايير ديال مثلا المسافه اللي كتكون بين الخدامه، مثلا قاعات الاجتماعات يخلي واحد المسافه بين العمال، غلقنا مثلا المسجد اللي كيتجمعوا فيه الناس، غلقنا واحد المجموعه ديال الاشياء وحطينا واحد المجموعه ديال الاجراءات، حطينا لي برودوي باش يبداو ثاني ديال النظافه، ودرنا واحد التوعيه لان ما كاينش غير الاجراءات داخل الشركه ولكن كاين اجراءات اللي خارج الشركه، لان خاص العمال هما كيكونوا واعين باش فاش يخرجوا خارج الشركه ما يمشيوش ثاني يتاثروا ويبقاو خصهم يحترموا دوك القوانين داخل الشركه وخارج الشركه، لان الا جابوا الاباء جابوا هذاك المرض من خارج الشركه يقدر ياثر على الناس اللي لداخل. اذا حنا درنا واحد التوعيه لجميع الناس باش يحترموا هذه المعايير داخل الشركه وخارج الشركه. حكيم ريحان المدير العام لهذه الوحده الصناعيه، شكرا على التوضيحات ونتمنى لك التوفيق في مساركم المهني، شكرا جزيلا. نعم نادية، هكذا هو الوضع ليلا في واحدة أو في كثير من الوحدات الصناعية التي تشتغل في هذه اللحظة بالذات. الحديث الآن عن البؤرة الصناعية، كما قلت لاحظنا بعض السلوكات في المناطق الصناعية، يعني خروج العاملات والعاملين بمجموعات، وبالتالي يجب الحرص على أن هذه السلوكات لا تظهر في المناطق الصناعية. هذه واحدة من المراقبة أو عملية المراقبة للعمال، كل 4 ساعات يتم قياس درجات الحرارة ومراقبة أيضا وضع الكمامة، ويتم تدوين ذلك حتى تتم مراقبة الوضع عن كثب. هذا كل ما يخص هذه الوحدة الصناعية النادية. كما قلت الفكرة الهامة هو أن ما يروج داخل الوحدة الصناعية يجب أيضا أن يسري حتى خارجها، وبالتالي تفادي كل السلوكات التي من شأنها أن تؤدي إلى بؤر صناعية. شكرا لك خالد، شكرا لضيفك، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء. والتزاما منها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، تعمل الوحدات الإنتاجية الخاصة بالمواد الغذائية بدورها على التقيد بكل صرامة بعدة تدابير وقائية حفاظا على السلامة الصحية للعاملين والزبناء على حد سواء. وصل إمغري وأمين شرقاوي. قبل أن يلج مفتش الشغل هذه الوحدة الإنتاجية يتم مراقبة حرارة جسمه وارتدائه لبذلة وقائية كإجراءات احترازية لتفشي وباء كوفيد-19. بهذه الوحدة يتم احترام تدابير الصحة والسلامة في مكان العمل عن طريق استعمال مواد التعقيم وغسل اليدين واحترام مسافة الأمان بين العاملين. كنتواجد اليوم في المؤسسة باش نوقف على مدى توفر شروط خاصة بضمان السير العادي للمؤسسة بما يحفظ الصحة وسلامة الأجراء بشكل خاص والسلامة العامة بشكل عام. بهذه المقاولة يعمل أزيد من 50 أجيرا، حيث يسهر المشغل على تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى وتطبيق الممارسات الجيدة للنظافة في محيط العمل. درنا مجموعة من الإجراءات الوقائية نظرا باش نتفاداو التفشي ديال كورونا فيروس في لي زيتابليسمون ديالنا. اولا كنبداو بالبيرسونيل ديالنا، يعني الموظفين العاملين كنساو الحمايه ديالهم هما الاولين، وبلا ديستانسياسيون سوسيال بلي جيست باريير. من بعد كنوفروا حتى لي كليون ديالنا جميع المكونات الاساسيه باش انهم يدخلوا في واحد الاطار اللي كيكون نظيف ونقي. في ظل جائحة كورونا، تدابير وإجراءات تأخذها على عاتقها هذه المقاولات لتقديم منتوج تتوفر فيه معايير الجودة والسلامة. إجراءات استباقية تتخذ في الأوساط المهنية والتجارية من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد، من بينها إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس في صفوف تجار السمك بميناء المضيق. فن شكل علوي، عبد علي الجنوني، وجهاد لبري.
بالوحدة الصحية لقطاع الصيد البحري بميناء المضيق، قامت لجنة اليقظة الوبائية بمندوبية الصحة بالمضيق الفندق بإجراء تحاليل الكشف عن كوفيد 19 لدى تجار الأسماك، تعزيزا لمختلف الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها من طرف مندوبية الصيد البحري بالميناء منذ ظهور الجائحة ببلادنا لمنع تفشي هذا الوباء وضمان سلامة مختلف العاملين بالقطاع. احنا اليوم كتجار السمك بالجملة على صعيد ميناء المضيق جينا كنعملوا التحاليل اللي غادي تشمل كل من يتعاطى المنظومة الصيد البحري حماية للجميع اللي كيتعاطى هذه المنظومة. من أجل حد من أجل هذا الوباء إلا بغينا ان دي كونفينمون بروغريسيف، بغينا واحد النتائج في بلادنا تكون مزيانة، هذا هو الحال إن شاء الله كنقوموا يعني بالتحاليل كاملين جميع الفئات الشاغلة. إجراء تحاليل الكشف عن كوفيد 19 لدى تجار الأسماك ومختلف العاملين بقطاع الصيد البحري تنضاف للعديد من التدابير التي عرفها ميناء المضيق لمنع تفشي الوباء، والتي تتعزز على مستوى البحر بالمجهودات المبذولة من طرف الدرك الملكي البحري. السلطة المحلية ووزارة الصحة وجميع المتدخلين في الميناء اللي خداو عدة تدابير منذ انطلاق هذا الوباء ولا منذ انتشار دياله، بما فيها تعقيم المراكب، بما فيها عملية تحسيس، توزيع الكمامات، يعني الوحدة الصحية كذلك قامت بواحد المجهود كبير أنها باش نحاولوا نحصروا هذا الوباء ما ينتشر شيء. على مستوى ميناء المضيق إذن تدابير الوقاية لمنع تفشي كوفيد 19 تسجل انخراط الجميع على مستوى اليابسة، فيما يواكب التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات الدرك الملكي البحري داخل البحر حرصا على سلامة المواطنين. بعدما ركمت خبرة كبيرة في مجال التكوين عن بعد واستطاعت تقديم تكوينات علمية للطلبة داخل وخارج المغرب في مجال علوم الصحة، افتتحت اليوم رسميا الأكاديمية الافتراضية في الصحة من طرف المدرسة الوطنية للصحة العمومية. هي منصة رقمية تستخدم أحدث التقنية التكنولوجية في مجال التكوين عن بعد. فرح سعف، وعد منتزي. ثمرة 3 سنوات من الاشتغال تعطي أكلها اليوم بإطلاق هذه الأكاديمية الرقمية، منصة لتكوين عن بعد بأحدث التقنية التكنولوجية، أنشئت بتعاون مع منظمة اليونيسف. هذا المجهود هذا هو مجهود استمر، ويعني انحصر على واحد العدد ديال المراحل. المرحلة الأولى عملنا شراكات مع مؤسسات دولية اللي هي رائدة في ميدان التكوين عن بعد. المرحلة الثانية عملنا يعني ورشات، وعملنا واحد التكوين مستمر لجميع أساتذة المدرسة باش يعني يتعلموا التقنيات ديال التكوين عن بعد. وفي مرحلة ثالثة عملنا واحد دراسة وطنية باش نعرفوا مدى قابلية الأطر الصحية باش يعني يمكن لهم يتقبلوا للا استعمال التكنولوجيا. وإضافة إلى تكوين الطلبة والطالبات المغاربة، قدمت الأكاديمية تكوينات علمية في مجال علوم الصحة لفائدة أزيد من 100 طالب من دول إفريقيا جنوب الصحراء. قام فريق من الباحثين والمهندسين المغاربة بتطوير جهاز للتنفس الاصطناعي يراعي المعايير الطبية، مبادرة يساهمون من خلالها في تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المصابون بوباء كوفيد 19. جهاز بخصوصية عديدة يقربنا منها ريبورتاج رضا عماو وحمزة السريح. آخر اللمسات والتجارب قبل مباشرة تصنيع هذا الجهاز الخاص بالتنفس الاصطناعي، جهاز طوره فريق مكون من باحثين ومهندسين مغاربة بجامعة محمد الخامس بالرباط. استعمال جهاز التنفس الاصطناعي اللي طوروه مهندسين وباحثين مغاربة، وفيه كل الإمكانيات المهمة بالنسبة للمريض، والآن بدينا هذه التجارب هذه باش إن شاء الله هذا الجهاز يكون بعد بضع أسابيع يمكننا نصنعوا الجهاز. جهاز يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، يتوفر أيضا على بطارية في حال عدم توفر الكهرباء، وتصل مدة اشتغالها ل3 ساعات. جهاز كما قلت يضاهي الأجهزة التي تتواجد في السوق. المكونات التي يشتغل بها هذا الجهاز التصنيع ديالها تقريبا أغلبية ديالهم في المغرب، والهدف هو المساهمة في التخفيف من تأثير ديال هذا الوباء في المغرب وفي الدول الإفريقية.
تطوير هذا الجهاز يندرج في إطار المجهودات الرامية لمحاربة وباء كورونا المستجد، وسيتم تصنيعه خلال الأسابيع المقبلة. وفي ظل حالة الطوارئ الصحية، فإن استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم عن بعد يبقى السبيل الأنجع لمواصلة التكوين. من هذا المنطلق أسست جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء منصة رقمية جديدة للتكوين عن بعد. سعيد الإدريسي وأحمد حمري. منصة رقمية جديدة للتعليم العالي عن بعد تؤسس لها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في ظل الحجر الصحي. منصة افتراضية تسمح للطلبة بالتكوين عن بعد والولوج للدروس حتى التطبيقية منها. مشروع يهدف تحديث منظومة التعليم العالي والرفع من مستوى جودة التكوينات والأبحاث العلمية الجامعية. المنصة الافتراضية فهي كتسمح بالأستاذ باش يعني يفتح الدرس، وكيسمح للطالب أنه يلج هذا الدرس بطريقة يعني عن طريق اللايف المباشر، وأيضا الاستفادة من عدد من الدروس التطبيقية. فتم أيضا تمكين إلى بغيتي تقول هذا المنصة بأدوات رقمية التي تمكن الأستاذ من إلقاء دروس تطبيقية لتخافو براتيك إكسبيريمونتال عن بعد. المنصة الرقمية مرتبطة ب18 كلية ومدرسة عليا تابعة للجامعة، وموجهة لنحو 130 ألف طالب. برنامج يروم تسهيل الولوج للخدمات الرقمية وتعميم التكنولوجيا في قطاع التعليم العالي. هذه المنصة لقد تم إنجازها في إطار يؤسس في المقام الأول للالتقائية بين جميع الآليات الموجودة والمتاحة حاليا بنا في المؤسسات. هو الذي يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة الشق المتعلق بمجانية التعليم لبعض الطلبة. يمكننا أن تقدم خدمات بالمباشر أو بغير المباشر أو بالطرق الكلاسيكية للتعليم عن بعد، لما يمكن له أن يفوق 2000 أستاذ جامعي. وحسب إحصائيات أجرتها الجامعة، فإن نسبة ولوج الطلبة لهذه المنصة تجاوزت 70%، مما يدل على استمرار العملية التعليمية عن بعد في زمن الحجر الصحي، وبالتالي تعزيز التفاعل بين الطلبة ومحيطهم السوسيو-اقتصادي. عادات وتقاليد ميزت أمس احتفال الأسر المغربية بليلة القدر المباركة، عادات حرم منها هذه السنة جميع من هم في الصفوف الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفي مقدمتهم الأطر الطبية والتي احتفلت بهذه المناسبة داخل المستشفيات بفضل التفاتة من طرف الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات. حسن زكي وعبد الرحمن زيان. ليلة القدر لهذه السنة تميزت الأجواء الخاصة بها من طقوس دينية وعادات عائلية بشكلها الاستثنائي في زمان كورونا، حيث اقتصر على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية داخل البيوت، احتفال حرم من تقاسمه مع أفراد أسرهم من هم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، وفي مقدمتهم الأطر الطبية، حيث تم نقل هذه الأجواء الاحتفالية إلى داخل المستشفيات بمبادرة من الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، التفاتة لقيت استحسان الجميع. هاد المناسبه هذه كيف كتشوفوا الناس نورمالمون كتكون مع وليداتها، يعني اليوم ديال العواشر كنكونوا مع وليداتنا، عندها واحد الطقوس خاصه بها، يعني كنديروا الكسكسو، كنديروا الفاكهه، كنديروا التمر، كنشطوا في هذا النهار. وحنا دابا الناس ما كانوش كينتظروا هذا الشيء، وهذه التفاته طيبه وجد مفرحه، والناس راهم فرحانين وناشطين لهذه التفاته اللي جابوا لهم الطقوس حتى عندهم وسط المستشفى باش يفرحوا بهذا النهار الكبير عند الله. هي راه بحال في ديورنا دابا، بحال كيف موالفين كنديروا الكسكسو في الدار، هو جات لعندنا بمبادره جد جد جميله، وكنشكركم وتحنا هنا دايرين العواشر. الاحتفال بهذه الليله المباركه شاءت الفيدراليه ان يكون جماعيا باعداد هذا الطبق الشعبي المرتبط بهذه المناسبه لكل جنود الخط الامامي في هذه الجائحه، حيث تمت عمليه الاعداد هذه باحترام كل ظروف الصحه والسلامه اللازمه. هذه المباركة اللي هي 27 والتقاليد العائلية والتقاليد ديال البلاد اللي خصها تكون ولا بدها
ومع الحجر الصحي، فالفيدرالية المغربية للحفلات والكونفدرالية لمهن الفم فكرات باش اليوم شارك جميع الطاقم الطبي وجميع السلطات اللي كيأدوا واحد الواجب وطني، واحد الواجب اللي كثر من الطاقة ديالهم، واحد الواجب اللي ما يمكنش حنا ما نفكروش فيهم. وتعد هذه المبادرة التي تم تعميمها وطنيا من طرف مموي الحفلات بكل المدن المغربية بمثابة رسالة شكر وامتنان على المجهودات الجبارة للأطقم الطبية والسلطات المعنية والتي تقدم تضحيات جسام في ظل تصديها لهذه الجائحة. لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره، تتواصل المساهمات المادية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية. وتواصلت مساهمة أسرة المقاومة وجيش التحرير في الصندوق، حيث بلغت مساهماتها بما مجموعه 902,743 درهما، منها 260,800 درهم لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووكلاء أسواق الجملة وذوي حقوق الشهداء والمتوفين، 481,943 درهما من المقاومين وأعضاء جيش التحرير عبر التراب الوطني، و100,000 درهم من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، بالإضافة إلى مساهمة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير براتب شهر، وأخيرا مساهمة جمعية مولاي أحمد بالحسن السبعي بمبلغ 10,000 درهم. وعلى صعيد إقليم طاطا، ساهمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الترابية لأم الكردان بإقليم طاطا بمبلغ 5,000 درهم. للمشاركة في صندوق تدبير جائحة كورونا، نذكر برقم الحساب البنكي لتلقي التبرعات الذي تم إحداثه، وهو الرقم الظاهر على الشاشة. كما نذكر بالرقم الهاتفي 1919 الذي أحدثته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لهذه الغاية. كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. وضمن الشاشة التفاعلية، يطلعنا ياسر العمراني على مجموعة من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. أهلا بكم. وقع كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية بقيمة 1,100,000,000 درهم لدعم تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة كوفيد 19. هذه هي الاتفاقية تدعم تمويل الأنشطة الصحية وكذا مخطط الإصلاح الطموح الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط. وستواكب هذه الاتفاقية أيضا الحلول المستقبلية لما بعد أزمة كوفيد 19 عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل. وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوطني لهيئة الأطباء على اتفاقية للشراكة تهدف إلى تسهيل حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على الرعاية الصحية ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد فوق التراب الوطني. وتندرج الاتفاقية في إطار دعم السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تقضي بأن تلتزم الهيئة المذكورة بتقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء من خلال استشارات في مختلف التخصصات الطبية. أعلن المركز السينمائي المغربي أنه بعد قرار الحكومة تمديد فترة الطوارئ الصحية بالمملكة لمدة 3 أسابيع، سيقدم لعشاق الفن السابع قائمة ثانية من 10 أفلام طويلة مغربية على الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 20 ماي الحالي إلى 10 يونيو المقبل. وسيتم عرض كل فيلم على الموقع الإلكتروني للمركز لمدة 48 ساعة، حيث سيكون بالإمكان مشاهدته على مدار ساعات اليوم. وسبق للمركز السينمائي المغربي أن قدم قائمة أولى من 25 فيلما مغربيا طويلا، حيث تمت مشاهدة هذه الأفلام من 30,000 متفرج كمعدل بالنسبة لكل فيلم. بمحكمة النقد بالرباط انعقد اجتماع خصص لتدارس كيفية تدبير المحاكم خلال المرحلة القادمة بعد رفع الحجر الصحي والإجراءات التي يمكن اتخاذها من خلال تدارس 3 مراحل سيتم تنزيلها تدريجيا. خديجة زروال وعبد الرحيم فيلول.
خطة عمل ستعتمدها المحاكم خلال المرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي. كل الأطراف المعنية حاضرة في هذا اللقاء لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة والمصادقة عليها. خطة ستراعى فيها التدابير الإجرائية والاحترازية داخل المحاكم من أجل حد من انتشار الوباء. احنا وضعنا يعني ما يشبه واحد المخطط او واحد دليل عملي اللي يمكن يكون يصلح المحاكم واللي جعلنا انها في هذا القطاع العدالة احنا منخرطين كلية منذ البداية يعني لتنفيذ تعليمات جلالة الملك حفظه الله في هذا التعبئة الوطنية الشاملة والموفقة من اجل حماية الامن الصحي للمواطنين مع أيضا حمايتي وتعزيز الأمن القضائي في المملكة. على الرغم أن أغلب الجلسات توقفت خلال الحجر الصحي حفاظا على سلامة المواطنين، ظل مرفق العدالة مستمرا في أداء مهامه الدستورية والحقوقية لتحقيق التوازن بين الحق في الصحة وأداء مهامه. تدبير المرحلة لإزالة مجموعة من الإشكاليات المطروحة لتستمر خدمات يعني المحاكم ومرافق العدالة بالشكل الملائم، أكيد أنه لقاء مهم جدا وفيه يكرس مقاربة تشاركية، يكرس أسس الحوار، يكرس أن هناك عمل جاد في الميدان لأجل حماية حقوق المرتفقين بصفة عامة. الالتزام بالإجراءات الوقائية ما بعد الحجر الصحي داخل المحاكم مسألة تبقى ضرورية في هذه المرحلة للحفاظ على سلامة المرتفقين وأسرة العدالة. في العالم تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين شخص، أغلبهم في أوروبا التي تواصل رفع الحجر رغم تخوفات من حصول طفرة وبائية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الصين لإعلان الانتصار على الوباء. عبدها بكعراتي. عدد المصابين بكوفيد 19 عبر العالم بلغ 5,130,000، وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال 24 ساعة الماضية، والذي فاق 100,000 إصابة. وتبقى الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا بكوفيد 19، إذ قاربت الإصابات 1,600,000 والوفيات أكثر من 95,000، وسجلت خلال 24 ساعة الماضية أزيد من 6,000 إصابة. تأتي بعدها روسيا بما يفوق 317,000 حالة إصابة، متبوعة بالبرازيل التي بلغت الإصابات فيها 294,000 حالة. وفي أوروبا، ورغم تخفيف إجراءات العزل تدريجيا بعد شهرين من الحجر الصحي، هناك خشية من حصول طفرة وبائية. فقد أشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أكثر من 60,000 شخص يصابون بكوفيد 19 كل أسبوع، وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات ب 36,000 حالة. وأعلنت السلطات الصحية في بلجيكا تسجيل 252 حالة إصابة مؤكدة و37 وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56,000 وأزيد من 9,000 وفاة. وفي الصين، حيث ظهر الوباء قبل نهاية العام الماضي، سيجتمع نواب البرلمان الجمعة، وسيشكل ذلك فرصة للاحتفال بالانتصار على وباء كوفيد 19، رغم خشية المحللين من ظهور موجة ثانية بعد رصد إصابات جديدة في بعض المناطق مؤخرا. كيفية تنظيم النوم بعد رمضان محور فقرة صحتنا ورمضان التي نستضيف فيها مدير وحدة النوم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس محمد البياز، لنتابع. شهر رمضان كيعرف تغير كبير في عادة النوم، بحيث أن النوم كما نعرف يصبح الليل نهار والنهار الليل. الإنسان كيقضي عوض أنه يقضي النهار في الحركة، كيقضيها واحد جزء منها في النوم، وعوض أنه يخلد النوم في الليل فإنه كيستمر في اليقظة. وهذا الشيء كيأثر في الساعة الحيوية اللي لها دور كبير في تنظيم ساعات النوم.
وملي كينتهي شهر رمضان خص الانسان يكون كيستعد قبل باش الساعه الحيويه ما يكونش عندها تاثير مفاجئ وتغير مفاجئ، وهذا بالعوده الى نظام النوم السليم، عوده الى النظام السليم اللي كيعني ان الانسان في هذه الايام اللي باقي في شهر رمضان الكريم ان الانسان يخلط النوم مبكرا بعد صلاه التراويح، ما يتاخرش ويمشي مباشره باش يفيق السحور بشكل متاخر باش ياخذ السحور ديالو ويخلد عاوتاني النوم، ولكن في النهار يبقى فايق باش يعد الساعه الحيويه انها ترجع للنوم العادي، النوم العادي اللي ما معروف انه بصفه عامه اننا النوم السليم اننا نحافظوا على ان الليل فهو وقت للنوم وليس الوقت للحركه. أما فقرة ورتل القرآن ترتيلا نتعرف من خلالها على المقرئ حسن أبو زبيدة، البورتري من إنجاز حفيد الهواري، حمزة السايح ويوسف مزين. ورتل القرآن ترتيلا. حسن أبو زبيدة من مواليد 1982 بنواحي الصويرة. كانت مسيرتي القرآنية في البداية مع والدي حفظه الله تعالى، درست عليه في الأول حتى بلغت السن 13 من عمري، ثم انتقلت إلى المدرسة العتيقة بحي العرب تكيوين عند شيخنا الفاضل سيدي عبد الجليل النذير، فأتممت عليه حفظ القرآن ضبطا ورسما وقواعد التجويد. بدأت الإمامة مع الوالد حفظه الله تعالى في صلاة التراويح سنة 1999 إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى ويسر لي أن عينت إماما بمسجد نور الرحمن، هذا الذي أزاول فيه مهمة الإمامة. كذلك أستغل هذا الظرفية وهذا الوقت في هذا الحجر الصحي أن أراجع مع أبنائي الأطفال الصغار حفظ القرآن الكريم ومراجعة محفوظهم، وكذلك أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وأسرته العلوية الشريفة، وأن يرفع عنا وعن العالمين هذا البلاء وهذا الوباء، إنه لذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم بأنه من المرتقب أن تعرف عدة مناطق بالمملكة طقسا حارا ابتداء من بعد غد السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 40 و44 درجة في كل من عمالات وأقاليم أوسترد وأسازاق، بوجدور، سمارة، طنطان، قولميم، تارودانت، سيدي سليمان وسيدي قاسم، وما بين 37 و 41 درجة في كل من عمالات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، إنزكان، أيت ملول، الخميسات، اليوسفية، برشيد، بن سليمان، تيزنيت، خريبكا، الرحامنة، سطات، سيدي إفني، سيدي بن نور، شتوكا، أيت باها، الفقيه بن صالح، قلعة صراغنة، مراكش، مكناس، وزان والعرائش. في المجال البيئي، غادت أشجار الفلين بالمعمورة عرضة لهجوم حشرة لاروقة التي قضت على أوراق الأشجار بالكامل، مما يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين لحماية الغطاء النباتي. روبورتاج حسن طباعي ومحمد تونين.
هكذا أصبحت أشجار الفلين بغابة المعمورة بسلع بعدما اجتاحتها حشرة لاروقة. أشجار مهددة طالها السواد بفعل الأضرار التي لحقت الأوراق. وهذه الدودله هي في الاصل الاسم ديالها هي لاروقه، وهذه اللي كتمر في النمو ديالها بخمسه مراحل، وللاسف انه في كل وحده دوده كتبيض ما يقارب ما بين 300 حتى 500 بيضه، يعني ان هادو كلهم تيبقاو تنخرف في الشجر. كنرش بالمبيدات عن طريق الهليكوبتر، وكانت كان له واحد الاثار ايجابي. الدواء قاص الفوق، ولكن خاص يقاس من الشجر من تحت. الدوده ما يمكنش لا غادي تطلع، الى داوت من التحت غادي تموت، يعني اغلبيه راه في الاغصان ديال الشجر هو اللي كاين الدود. حشره لاروقه تتواجد في غابه البلوط الفليني، لكن تاثيرها يختلف من سنه لاخرى، وتاثير هذه السنه اكبر مما هو معتاد. كل شيء كيعرف بانها كتزول الاوراق بمره، يعني كينضاطروا الاوراق كتولي الشجره يعني شبه عاريه، يعني وعنده واحد الاثار اللي هو كبير على هذا، وتسيء حتى بالنسبه للساكنه المجاوره، لان هاد الدوده تتنتقل للاشجار المثمره المجاوره والمحاديه للغابه. رغم اعتبارها جزءا من النظام الايكولوجي لغابه الفلين، فإن يرقات الحشرة تتسبب خلال مراحل انتشارها في أضرار تطال آلاف الهكتارات، مما يفرض مواصلة عمليات المعالجة، معالجة الأشجار جوا وعن قرب. الحديقة السرية واحدة من بين أجمل الحدائق التي تزخر بها مدينة مراكش، تم إنشاؤها على أنقاض واحد من أعرق الرياضات بالمدينة العتيقة، وهي تمثل اليوم تحفة تزينها تشكيلة من النباتات تم جلبها من أنحاء مختلفة من العالم. ربورتاج أمين علام، معتصم بلا بوعزاوي وعبد الله الشهب. تتوارى خلف أسوار واحد من أعرق الرياضات بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش الحديقة السرية، وكما يوحي اسمها أول وهلة فهي حديقة لا تكشف عن جمالها وبهائها إلا للعاشقين لسحر الطبيعة. منذ 4 سنوات فتحت هذه الحديقة أمام الزوار بفضل مستثمر إيطالي، لتعيد إلى ذاكرة المراكشيين وللزوار تاريخ هذا الفضاء الذي يعود إلى النصف الثاني من القرن 16. الحديقة السرية هي واحد الرياض من أعرق الرياضات في مدينة مراكش، وهي معلمة تاريخية كيرجع التاريخ ديالها للسلالة ديال السعديين، وحيث أنه كان واحد القصر اللي تبنى في القرن السادس بنص الثاني من القرن السادس عشر من طرف السلطان السعدي مولاي عبد الله الغالب، اللي هو المؤسس ديال حي المواسين اللي كتواجد فيه الحديقة السرية الآن. لمسة إبداعية وسواعد حرفيين خبروا فن المعمار المغربي الأصيل أعادت الحياة لهذا الفضاء ونفضت عنه غبار النسيان ليصبح واحدا من أجمل الحدائق بالمدينة الحمراء، التي تزاوج بين روعة الهندسة المعمارية وفن الحدائق ونظام المجاري المائية. الحديقة السرية كترتكز على 4 ديال المحاور اللي هما الحديقة، التاريخ، الماء والمعمار، وهي هو فضاء واسع لانه فيه 4000 متر كاري ومقسم على 2، كاين الحديقة الاستوائية والحديقة الإسلامية اللي هي مستوحاة من الوصف اللي مذكور في القرآن الكريم. صممت الحديقة على شكل مستطيل تتجاور فيه الحديقة الإسلامية في تناغم تام مع حديقة استوائية تؤثثها نباتات من أنحاء مختلفة من العالم، لتشكل فضاء يبعث على التأمل والاسترخاء. النقطة المهمة هي الماء واستعمال الماء عبر التاريخ، لأنه الماء في مراكش كانت يجي من الأطلس الكبير، تيجي تتخزن عبر الخطارات في الصهاريج نتاع أكدال، ومن أكدال تيجي حتى للمدينة، وكانت تتوزع على الحمامات وعلى المساجد وعلى النافورات العمومية. وهذه التقنية كلها تقنية جاية تقريبا من الأندلس.
تصميم جذاب وروعة في الألوان وحمولة تاريخية تجعل من الحديقة السرية تحفة خضراء في قلب مدينة مراكش، حديقة تنتظر زوال جائحة كورونا لمعانقة زوار جدد يتطلعون لكشف أسرارها وسحر جمالها. نذكر ختاما بالعناوين: تسجيل 78 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات ببلادنا إلى 7211 حالة مقابل شفاء 182 حالة خلال 24 ساعة. التزام عدد من المقاولات بجهة الدار البيضاء ستات بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 ضمانا لسلامة العاملين بها بعد بروز بؤر وبائية صناعية بالجهة. أشجار البلوط الفليني بغابة المعمورة تتعرض لهجوم حشرة لرقة في تهديد حقيقي لآلاف الهكتارات ومجهودات متواصلة لمعالجة المناطق المتضررة. تشكيلة من النباتات المختلفة تؤتت فضاء الحديقة السرية بمراكش وهندستها المعمارية تنهل من تقاليد بناء الحدائق العربية الأندلسية. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.